لتتميها أوراق هيا فلتتفضل حتى أحد والديها. كان أيضا ثاني أعلى معدل أيضا كان يتقضى الطفلة رجاء القضوية تتفضل رفقة والديها. من كانت طفلة لوردي سرين فلتتفضل رفقة والدتها. لذلك يعني كان من الصعب أن نحرم الأطفال الآخرين لأنهم أيضا متفوقين، فحصلنا لهم أيضا بعض الهدايا البسيطة. مجيب كريمة هناك زور ليوسي كينش أو رغيرة نقدم بعض الهدايا الرمزية
لباقي المحتفى بهم. ندعو الأخ دكتور يوسف عنطار الالتحاف بنا. تفضل. الدكتور يوسف عنطار من طرف قضاة النيابة العامة، يتفضل سيدو كلمة لتقديمها. خاصة للدكتور يوسف عنطار من طرف موظفي النيابة العامة بهذه المحكمة، يتفضل رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة لتقديمها. من موظفي النيابة العامة من مركز القضاء الدريوش، تتقدم الأخت فاطمة الزهراء بن عثمان لتقديمها. اشتغلوا بجانبي فالعكس عن الذي اشتغلت بجانبهم.
تواضعهم وأعرف مدى حبهم لنا ولموظف كتابة الضبط. أقول لكم بأني أحبكم ولن أنساكم في كل لحظات. لم نعتبر بأن الدكتور يوسف قد غادرنا وهو بالمناسبة أستاذي. لقد كنت من أوائل طلبته وهذا من حسن حظي. طبعا لا نعتبر بأنه قد غادرنا لأنه أخونا وسيكون مضطرا ولو بالقوة العمومية عن طريق سلوك العم مالك بزيارتنا كل مرة. هدية بسيطة للأخت خولة مطة ونعتذر لأننا قد أخرناها عن موعد السفر فلتتفضل. شهادة تقديرية باسم المكتب الجهوي لوداد الموظف العدل فليتفضل الأخ إسماعيل كداني عضو المكتب ليقدمها. مساحة كتاب الضبط ما فيها من الكلام. تفضل. شهادة قديرية من المكتب الجهوي لولاية موظف العدل باسم كافة الموظفين والقضاة في هذه المحكمة يتفضل سعيد نحاس عضو المكتب الجهوي لتقديمها. من قضاة النيابة العامة يقدمها أحد السادة النواب وكيل الملك فليتفضل. من موظفي النيابة العامة فليتفضل إحدى أو أحد موظفي النيابة العامة لتقديمها. العنصر النسوي يكون شوية مش تديش قضاء المساعدة الاجتماعية وكنبغي العيالة على الباس. مبغيتش نقول لكم ندمت حيت مشيت وخليتكم وتيقوا بيا راه عمركم ما غتلقاو بحال الحكام ديال مالي أبدا. الحمد لله ديال مالي مشيت بلادي مشيت مدينتي اللي تزاريت فيها وكبرت فيها ولكن هنايا راه هنا كنقول هنا بلادي هنا عائلتي هنا خوتي هنا كلشي فايت لحقاش
نهار فاش حطيت رجلي على المغرب حسيت براسي بانني برانيه. ما نبغيش نقول لكم علاش جيت الصراحه، جيت انا ضد الدكتور يوسف. الدكتور يوسف ممكن ما قريتش عنده في الجامعه، ولكن المكتب الاداري علمني الحوايج اللي كان افتخر انني مشيت للرشيديه وكنلقاهم عاجزين في شي اجراء اللي ما عارفينوش. ونقول الفضل ديال الاستاذ ديالي اللي قراني في المحكمه انني خدمت ذاك الاجراء. تعلمت التعامل مع الموظفين، بلا ما نقول الرؤساء ديالنا راه لهم فضل كبير، ولكن التعامل بين الموظفين ما لقيتوش ليها، وفضلت انني ندير حاجز لحقاش ما غاديش نلقى التعامل ديالكم في اي مكان. كنقولها لكم ماشي مجامله ولا، راكم عارفين لي، راكم في القلب وغادي تبقاو يما في القلب، والرشيد محلوله لكم فوق السماء. هاد نيشو حتى تفضل. استاذ حسين تفضل. والله لو خيروني في محبتي ما اخترت غيركم. صعب وصعب، صعب صعب جدا. انا ارد على كلام كلكم وعلى كلام السيد الرئيس محكمة السناف ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل العام ونائب وكيل العام والمدادية ديال الجهوية ديال الموظفين وكل شيء كاع الحضور الكريم. والله العظيم إلا صعب صعب جدا. كنشكركم جدا. يعني بواحد الصحة والعافية تاخذوا المعاش ديالكم وتكونوا يعني تشرفوا لكم. كملتوا العمل ديالكم بصدق ووفاء ودعواتي الكريمة لكم ويرتد لكم تقديري. أبقى شكري واحترامي ومودتي وجميل امتناني للجميع وشكرا لكم. شكرا جدا جدا. عائشة الجوتي من المكتب الجهوي لإمداد المبادرات. سيدي السيد الرحمن الرحيم في مجلس الإدارة في المطار. سي عمر. اسمحوا لي شكرا. جزاكم الله خيرا. هزار فاكرين؟
في النيابة العامة يتفضل بعمل تقديمها. تسلم الهدية بالنيابة عنها. أخ دنيا المصابيح كانت حاضرة معنا ولكن في اختياراتها للسفر غادرتنا، فليتفضل رئيس الصحافة بالضبط لتسلم. من المكتب الجهوي لإدارة موظف العهد الكلمة للأستاذنا. السلام عليكم. قرار كعبان الشهادة تحمل كلمتين اثنتين خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان غنيتان في رمزيتهما ودلالتهما. إنها أو إنهما عرفون حب واحترام وود وتقدير وإخلاص لكل المكرمين. التكريم لا يقوم بالمال، ولكن الكلمة الطيبة هي أقوى وأثمن. لذلك أعددنا هذه الشهادة وهي صادرة عن هيئة نظامية، هيئة المحامين بالناظور، وعندما سيرجع أحفادكم إلى هذه الشهادة وإلى مضمونها وتاريخها والجهة التي صدرت عنها سيقولون أنكم كنتم لا اعتبار. فأرجو أن تتقبلوا منا هذه الالتفاتة المتواضعة، وأطلب من السيدة العائشة مجدي أن تتقدم إلينا لتسلم هذه الشهادة. أطلب من الأستاذ أحمد ثوري أن يتفضل بتقديم هذه الشهادة، بالإضافة إلى طي
ليبقى مكتوما ويبقى من أصحابك. أستاذ فوزي، تابريش، أستاذ زكريا، السيد محمد براك. السيد محمد الدقاق. رئيس معي محمد الشرق. سيدة الدنيا مصابح. وغدا يا سيدي. تسليمها خاصا. أدعو السيد الرئيس الأول.
وشكرا والى المره القادمه وكل واحد شكرا.